سلامات يا صبايا. درسنا اليوم أحرف الجر. رح أعطيكم الأساسيات اللي مستخدمة. لاحظوا هذا عنا باكس، باكس يعني صندوق، بول الكرة. إذا هي الكرة في الصندوق in the box بنقول in. in يعني في. هلا برجع بكتب لكم إياهم وبكتب الترجمة جنبهم. إذا كانت تحت بنقول under، تحت الصندوق. U N D E R under. إذا كانت فوق الصندوق بنقول on. O N O N in under. above هي أعلى أو على. تزبط هاي تزبط هاي. above الفرق بين on و above. on على الصندوق، above كمان على الصندوق بس مو ملامسة، أعلى الصندوق. فلذلك هذا الفرق بين on و above. on above. لاحظوا in on under above. هيك احفظوا وتصير سهل عليكم. in في، on على، under تحت، above أعلى. in on under above. in on under above. above مثل ما قلنا أعلى، on على، in في، و under تحت. تمام يا صبايا؟ هدول هن الأحرف الجر الأربعة. in on under above. in on under above. هلا رح اكتب لكم اياهم واكتب ترجمتهم جنبهم.